بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتنا، معكم الشيخ أبو مريم. اليوم سنشرح لكم تفسير رؤية الجن في المنام. كثير من الناس يخافون منه ولا أحد يريد التحدث عنه. الجن مخلوق يخافه الجميع، وحتى مع تصرفاته يشعر الإنسان بحالة من القلق والخوف. يشير الجني إلى الشخص الذي يتصرف بسرعة، وهو ذكي للغاية وواسع الحيلة، ولا يستطيع أحد أن يهزمه. يتم وصف هذا الشخص دائماً أنه مثل الجني. يعكس الجن في الحلم أفكاراً كثيرة حول موضوعات تتعلق بالشياطين والقدرات الخارقة. إذا تحدثوا كثيراً عن شيء ما، يزداد التأثير على العقل الباطن، وهو ما يمكن رؤيته في الأحلام. تفسير رؤية الجن في المنام: كما تشير رؤية الجن في الحلم إلى وجود أعداء بجوار هذا الشخص يتربصون به ويعيبون عليه ويتآمرون عليه، لذلك عليه الحذر ممن حوله وعدم الثقة بمن لا يثقون به كثيرا. وإذا كان الجني الذي رآه غير حكيم، فإن هذه الرؤية تشير إلى أعداء يتربصون حول صاحب الحلم ويحملون عليه الحقد والكراهية والحقد. أما من رأى في المنام جني مسلم حكيم وغير مؤذ، فإن ذلك يدل على البشرى والخير الكثير والبركات في الحياة. أما إذا كان متزوجا، فتدل هذه الرؤية على أن الله سيرزقه بولد. يرمز الجني في الحلم إلى الشخص الذي لديه الكثير من الهموم في الواقع بسبب المشاكل الكثيرة والمواقف الصعبة التي يمر بها، وسوف يبذل جهودا كبيرة للتغلب عليها، ويتطلب الصبر. تفسير رؤية الجن في المنام: يقول ابن سيرين: إذا رأى الإنسان الجن في المنام، فإن ذلك يدل على لقاء العلماء ومرافقتهم، وتدل هذه الرؤية على كثرة السفر والترحال بحثاً عن العلم والمعرفة. ومن يرى نفسه يتحول إلى جني شرير في المنام، يدل على أن الشخص الذي يرى الحلم غير محبوب من الناس من حوله. ويرى ابن سيرين أن رؤية الجن تدل على شخص ماكر يهابه الناس لشدة ذكائه ومكره. وتتعلق هذه الرؤية بما إذا كان الحالم عادلا أم فاسدا. أما إذا رأى جناً وهو من الصالحين، فإن هذه الرؤية ترمز إلى اهتمامه الدائم بذكر الله والقيام بواجباته الدينية، ولكنها تبعده عن هذا الموضوع، وهناك من يحاول صرف انتباهه. أما إذا كان الشخص شريراً أو لديه درجة ضئيلة من العدالة، فإن هذه الرؤية تخبره أنه يحتاج إلى التقرب إلى الله وذكر الله بكثرة حتى يهرب من قوى الشر والسحر. وهذا إشعار: إذا رأى الشخص نفسه يقوم بتدريس الآيات القرآنية للجن، فإن مثل هذه الرؤية تشير إلى مهنة ذات مكانة عالية وسلطة ومكانة مشرفة. ومن رأى الجني يطارده، فإن ذلك يغري قلبه إلى طريق الفتن وينشر كل شهوات وملذات حياته ويسقطه في بئر الدنيا، ويعني أن عدواً ماكراً يلاحقه. تفسير رؤية الجن في المنام للمرأة العزباء: رؤية الجن في المنام للمرأة العزباء هو انعكاس للعديد من الهواجس النفسية التي تشغل عقل الفتاة وتميل نحو الوحدة والعزلة والخوف من المستقبل.
إذا رأت امرأة غير متزوجة الجن في المنام، فهذا يعني أن المقربين منها قد يكون لديهم شر وكراهية وغيرة تجاهها، فترافقها هي ورفاقها. وهذا يدل على أننا بحاجة إلى إعادة النظر في الأشخاص الذين نجلبهم. إذا رأت في المنام أنها تقرأ القرآن لطرد الجن، فإن ذلك يدل على انتهاء كل همومها ومشاكلها وبداية حياة جديدة تكون أنفع لها. أما إذا رأت امرأة غير متزوجة نفسها ممسوسة بالجن في المنام، فهذا يعني أنها تذكر الله وتقرأ القرآن وتقوم بالرقية المفروضة ليلا ونهارا لطرد الأرواح الشريرة من المنزل، وهذا يدل على أهمية ذلك. وإذا رأت جني في المنام ورفضته، دل ذلك على أن هذا الجني هو في الواقع شخص يتسلى بها ويلعب بمشاعرها ويخدعها ويؤذيها. إذا رأت المرأة غير المتزوجة جنا وخافت وبدأت بقراءة القرآن، دل ذلك على قربها من الله عز وجل وحالتها جيدة. إذا رأت المرأة غير المتزوجة جنا وقرأت سورة الفلق أو المعوذتين، فإن ذلك يحميها من كل عيون حاسدة تكرهها. إذا قرأت امرأة غير متزوجة آية الكرسي في المنام، فهذا يدل على أنها بعيدة عن الله عز وجل، وأنها قريبة من الله ومداومة على الدعاء يوميا وتلاوة الأدعية، وينبغي أن نسلم قلوبنا لله عز وجل، لأنه يقول هذا: ولكل امرئ ما أراد. تفسير رؤية الجن في المنام للمتزوجة: إذا رأت المرأة المتزوجة الجني في المنام وخافت منه، فهذا يدل على أنها ستواجه أزمة مالية خطيرة أو مرض سوف يستهلك كل طاقتها وصحتها. إذا رأت المرأة المتزوجة عدة جين يقفون بجانبها في المنزل، فإن هذا يدل على أنها على وشك الإصابة ببعض الأمراض وتضعفها كثرة المسؤوليات والأعمال. إذا رأيتها تتحدث مع جني، فهذا يدل على أن لديها مشكلة، ولكنها تعتقد أن الشخص عالم فتتحدث مع شخص يكرهها وسوف نتشاور لحل المشكلة. التحدث مع الشيطان في المنام للمرأة المتزوجة يعني أن الحالم لديه شخصية سيئة وينشر الأذى. إذا رأت المرأة المتزوجة الجن يقف ويشرح لها ويتحدث معها في المنام، فهذه الرؤية تعني أن هذه المرأة ذات سمعة سيئة، وتعني الرؤية أيضاً أنها مذنبة بالكثير من الذنوب، وتعني أنك مذنبة بالقلق. إذا رأت جناً كثيراً أمام المنزل، فهذا يدل على أنها بحاجة إلى الوفاء بالوعد الذي قطعت. تفسير رؤية الجن في المنام للحامل: إذا رأت المرأة الحامل الجن في المنام، فهذا يدل على أن الخوف الذي يحيط بها سيدفعها إلى اعتقادات سيئة. تفسير حلم الجن في بيت المرأة الحامل يدل على أن الحامل تبحث عن حلول غريبة تعتبرها الأنسب لاجتياز هذه المرحلة بسلام ودون خسائر. كما يشير الجن في حلم المرأة الحامل إلى العديد من الهواجس التي تجعلها عرضة للأفكار الخاطئة والتوقعات السلبية. إذا رأت المرأة الحامل أن الجني يجبرها على تغيير ملابسها وخلع جميع ملابسها، فإن ذلك سيسبب مشاكل بينها وبين زوجها،
وبعد فترة وجيزة من انتهاء الحمل سيتركها الزوج وشأنها الذي تبتعد عنه. إذا رأت جناً في المنام فإن ذلك يدل على المكر والخداع، ويدل أيضاً على أن أعداءها يحاولون إثارة المشاكل بينها وبين زوجها. كما تدل هذه الرؤية على أن بعض الناس يدبرون لها الأذى ويكيدون لها مؤامرة كبيرة، والله أعلم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد.